فضيحة من العيار الثقيل. المحكمة الابتدائية في القنيطرة هاد العصابة اللي كيتزعمها عون سلطة، وهاد الناس رهبوا المنطقة ماشي عاد دابا، من سنين بداو يتقاتلوا، ولكن شافوا الخطة الخبيثة اللي غادي تسقط المجلس هو قضية ديال فبركة الفيديوهات والتسجيلات ومحاولة الارتشاء ومحاولة هذه. وبالفعل صدقات بليد محمد فاعل جمعوي وسياسي بالمنطقة سيدي الطيبي ومعتقل سابق في إطار يعني ما يعرف بمجموعة الضوء بمنطقة سيدي الطيبي. كنشكر الشريعة نيوز على هذا الاستضافة هذا باش وصل واحد الأمور اللي هي كتهم ساكنة سيدي الطيبي إقليم القنيطرة، اللي بكل صراحة فضيحة من العيار الثقيل، اللي هي دابا كل شيء كيترقب المحكمة الابتدائية في القنيطرة باش تحاول ما أمكن تبين يعني الحقائق ديال واحد العصابة اللي كيتزعمها عون سلطة وكيدير يعني صفحات مشبوهة وكيدير لي فوكونت وكيصب في أعراض الناس. ومن بين هاد المشاكل اللي وصلت لها الحالة اللي كيعيشها في سيدي الطيبي هو ما يعرف بقضية صلاح. أنا كنقولوا السمية ديالو ماشي يعني هاد السيد ما دارش شوية، هاد السيد كتر بزاف، هاد السيد ساهم مع هاد عون سلطة ومع مجموعة ديال الأشخاص لوبي ديال الفساد من أجل إسقاط المجلس السابق برئاسة محمد قني والحسن العسقلاني. هاد الناس رهبوا المنطقة ماشي عاد دابا، من سنين، ولكن عيينا من تقاتلوا، عيينا من نديروا في لايفات، عيينا من خرجوا يعني في, 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 في تدوينات، ولكن للأسف الأمور باقي إلى حد الساعة. كنتمناو يكون الخير من القضاء المغربي وعلى رأسهم السداكي وعبد النبوي. القصة وما فيها هو أن كاين واحد فريق ديال المعارضة وفريق ديال الأغلبية. الفريق ديال الأغلبية يعني تسقطوا على واحد وبقى فيهم الحال، وعندنا ما يفيد على أن في حوارات مع هذيك المعارضة قال لك غنديروا المستحيل باش نسقطوا محمد قني يعني من رئاسة المجلس. وبالفعل عياو ما يديروا في شكايات المحكمة الإدارية، عياو ما يتقاتلوا، ولكن شافوا الخطة الخبيثة اللي غادي تسقط المجلس هو القضية ديال فبركة الفيديوهات والتسجيلات ومحاولة الارتشاء ومحاولة هذه. وبالفعل صدقات هذه القضية هذه بمشاركة المعتقل حاليا وكذلك عون سلطة كان شريك ديالو وبعد الأشخاص، وكنتمنوا القضاء باش يوصل لهذا الشيء. محمد قني والنائب ديالو تعتقل على اثر يعني تقديم شكايه من طرف هذا الشخص اللي بنى مع مجموعه من الاشخاص هذه العمليه ديال الفيديوهات والفبركه، وتم استدعائهم والتصنيت لهم وخرجوا يعني في صراح مؤقت. ولكن العصابه خدمت هذا الشيء اللي احنا خدامين عليه السلطه الرابعه، وخدمت لي فوكونت وخدمت بزاف من حاجه باش ضغطوا باش تعتقلوا هاد الناس. العصابه دارت لي فوكونت، دارت صفحه مشبوهه كتسب في اعراض الناس، كتسب في مسؤولين، وكتمجد في رئيس الجماعه، ومن بعد يعني دارت هاد الفضيحه الكبيره بتنسيق مع هاد القضية اللي وقعت تقريبا سنة وتقريبا ثلاثة أشهر في إطار باقي الرئيس السابق والنائب ديالو في الاعتقال من بين هاد الناس اللي شاركوا في هاد العملية. رئيس الجماعة السابق المعتقل ونائبه مشوا بفعل فاعل وسبق الإصرار والترصد، يعني ترصدوا لهم وداروا لهم فبركة وبطريقات ديالهم كما كنقولوا بالدارجة تصيدوا. الشخص هذا من بعد ما كملوش معاه داك الشيء اللي وعدوه به قبل ما ينفذ العمليه، وعدوا وعود كثيره، بعدو على ما صرح ليا صلاح بعظمه لساني قال انني يعني انني خديت 10 مليون وديك عون السلطه الاخرى خدا 10 مليون ومن بعد غيوظفوني يعني عون السلطه سواء في محليا او لا تابع للعمليات القنيطره. منين يعني الامور ما كملاتش كما بغى صدق هو يعني خارج ارض وطن، ومن بعد يعني تمرد عليهم وقال الحقائق اللي هي خطيره وخطيره بزاف، وكنطالبوا بالناس ديال القضاء باش يتحققوا في هذا الشيء. الحقائق انه ذكر عون السلطه باسمه وذكر رئيس الجماعه باسمه وذكر اشخاص باسمائهم يعني، ومن بعد ما تعتقل ليها وجا يعني مشى بالفعل صرح بهذا الشيء، وهذا الشيء احنا شفناه بام عينينا وشفنا الناس اللي صرح بهم رانا التحقيقات. ولكن الخطير في الامر هو ان الاعتقال تعتقل هذا الشخص صلاح المقدمي ومع شخص
لا علاقة له ما تذكرش في الفيديوهات اللي صرح بهم من خارج أرض الوطن. صفة الشخص اللي تعتقل خارج الوطن كان صديق صلاح المقدمي في إطار صلاح المقدمي كان خدام مع السلطة المحلية في الجهة الغربية لمدة تقريبا 4 سنوات أو ما يزيد. يعني هذا الشخص هذا يعني واش انتقام أو واش عندهم شي حاجة بيناتهم، كنتسناو شنو كاين في الملف لأن ما بغيناش نسبقوا القضاء، ولكن حنا تفاجئنا علاش هاد الناس هادو يعتقلوا هاد السيد بناء على ماذا وهو ما تذكرش في الفيديوهات. لأن علاش تعتقل دابا صلاح المقدمي؟ على الشكاية اللي قدمت زوجة نائب الرئيس الحسن العسقلاني، يعني قدمت على أن هاد الناس هاد السيد ذكر هاد الأشخاص بالفعل جابهم، ولكن في الاعتقال حاجة أخرى. وحنا باقيين كنترقبوا الأحداث، هاد الشيء بدا كيتوضح ان كاين ايادي لوبي الفساد اللي باغي منطقه سي الطيبي تبقى هكا ويبقى يتحكموا فيها ويبقى مشروع اعاده الهكله شبه بلوكاج وتبقى الامور على ما عليه. ولكن احنا كفاعلين جمعيويين وسياسيين كندعيو الناس الغيورين على المنطقه ما يسكتوش وما تخافوش وديروا اللي عليكم من اجل باش نبينوا هاد العصابه المتحكمه في مصير ساكنه سي الطيبي باكملها. كنطلب السيد داكي وكذلك السي عبد النبوي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على يعني باش يدخلوا من اجل كذلك السي الحموشي، علاش لم يكونش تحقيق عبر يعني البوليس؟ لان هذا الشيء خصو تدقيق معمق. الله يجازيكم بخير الى موقفوا مع منطقه سي الطيبي، تعاني الامرين يعني هذا مشروع ملكي خصنا نوقفوا معاه. احنا مقبلين على مظاهرات ديال كاس افريقيا وكاس العالم، اذا الله يجازيكم بخير الى ما فكونا من هذه العصابه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.